إخوتي الأعزة، فإذا كل هذه الأشياء وضعت أمامنا مناقشات متعددة أمام هذه الأفكار والعولمة الثقافية التي يضرب ويقرع طبولها أعداء الإسلام. كل هذه العولمة إنما جاءت غسيلا للأدمغة وغسيلا للأفكار والأخلاق وتمييعا للضمائر. نعم، بأن العولمة تحمل خيرا كثيرا، الانفجار المعرفي يحمل خيرا كثيرا، ولكن الزخم الهائل الذي جاء للمجتمعات المسلمة مع ضعف التحصين لهؤلاء الشباب هو الذي أدى إلى هذه الهزات المرتدة في ضمير الشباب وفي أخلاقهم، فانتكس فريق منهم وانحرفوا واهتزت مبادئ بعضهم وصاروا يشككون في دينهم ولا يقتنعون بتعاليم الإسلام، بل بعضهم لا يقتنع بما جاء في القرآن ويناقش ويعلل ويحلل ويرد ويقول كذا ويلوي الآية وربما يصرح بأنه لا يعترف بمدلول هذه الآية، فضلا عن السنة النبوية التي ألغيت عند البعض وأنه لا يقبل منها لا يقبلها أو لا يقبل إلا النزر اليسير منها. فأيها الإخوة الأعزة الأكارم، علينا أن نفهم بأن المراد إنما هو جرف الشباب فيتركون بلا مبدأ ولا قيم ولا أخلاق. ولذلك كانت تثار الأسئلة من القديم إلى الحديث اليوم، إثارة أسئلة في الإلحاد، إثارة أسئلة في الحرية، إثارة الأسئلة في الإباحية، إثارة الأسئلة في مبدأ الإنسان ومصيره. كل هذا الأمر ناقشه العلماء باستفاضة، بل القرآن الكريم أجاب عليه إجابة مستفيضة وناقشه نقاشا مفصلا، والعلماء تتبعوا تلك الأدلة وألفوا الكتب الكثيرة وردوا على تلك الشبهات جيلا بعد جيل. ولكن هؤلاء يريدون أن يبتروا بين القمة والقاعدة، بين المؤثر والمؤثر عليه، بين القدوة والمقتدي، بين المصلح وبين المدعوين، بين الدعاة والمدعوين، بين العلماء والأمة بأسرها. فإذا أصبح لا يستمع إلى هؤلاء إنما يستمع للآخرين، لمن يريدون أن يغسلوا عقله وفكره. فرأينا بأن هذه التساؤلات طرحت قديما. نحن معنا من ضمن الكتب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، هذا الكتاب الذي نراه أمامنا، هذا كتاب رائع ألفه الشيخ نديم الجسر، وهو في حقيقة الأمر ترجمة لقصة واقعية وقعت لشاب يسمى حيران بن عبد الله الأضعف من بشاور. هذا الشاب نشأ بين زملائه في المدرسة، بعد ذلك صارت عنده أسئلة وتشكيك في العقيدة والألوهية، ولكنه لم يجد من يتألفه، من يجيب على أسئلته، من يوسع صدره، فأصبح زملاؤه يسخرون منه، معلموه يعنفونه، وأصبح شاردا ولا يزال يتوغل في هذه الأسئلة يوما بعد يوم، إلى أن هداه الله تعالى إلى الخير ففر هاربا من قريته. ثم بعد ذلك وصف له شيخ منعزل في كبر سنه عن الدنيا، وقد كان ملء السمع والبصر في علمه وتعليمه للناس، ولكنه في آخر عمره انزوى إلى مزرعة أو قرية نائية يتعبد فيها الله، يسمى الشيخ أبو النور الموزون السمرقندي. هذا الشاب سمع عنه وأنه يملك من الحجاج والجدل وعلم الكلام والفلسفة مع علمه الموسوعي في الشريعة ما يقنع المتشككين، فرحل إليه فوجده. فعندما دخل هذه المزرعة سأل عنه فوجد حارسا للمزرعة وأن هذا الشيخ لا يأتي إلا في أوقات قليلة، يكون مشغول بالعبادة أو لا يدخل عليه أحد.
ثم قال للشاب: ما عندك؟ فقال: أريد أن أوصل له رسالة. وضع قصاصة كتب فيها ما ومن ومما وكيف وأين ومتى، ووضعها في صحن الطعام، وحمله أو حمله الخادم ووضعه في المكان الذي يتغدى فيه هذا الشيخ. فلما جاء الشيخ ورأى تلك القصاصة ذهب طبعا ذلك الخادم، فرأى القصاصة من أين، كان الشاب أيضا موجود قريبا منه من وراء الشجر ينظر تصرفات هذا الشيخ. عندما رأى هذه الأسئلة: ما ومن ومما وكيف وأين ومتى، أغمي عليه. يعني تذكر تلك الحالة من الشرود والانحراف والضياع والتيه الذي يعيش فيه كثير من الشباب. ثم جاء الشاب إليه فرش عليه الماء وقال له: أنت الذي كتبت هذه القصاصة؟ قال له: نعم. قال: حدثني بقصتك. فأخبره، فقال له: يا بني، أتيتني وأنا في آخر عمري. ولكن الشاب لإلحاحه أصر على الشيخ أن يتعلم منه إجابة هذه الأسئلة، ولم يكن الإجابة بتلك السهولة، إنما الكثير من الناس ربما تتلو لهم آية أو آيات أو أحاديث نبوية، ولكن البعض لا يقنعه يعني كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي له بالحجج والبراهين، بل ربما حتى تسوق إليه كلام المنظرين من الغرب، المنظرين يعني الأوروبيين، فلا يقتنع بمبدأ أو بقيمة إلا إذا جاءت من غير المسلمين. وهذا الأمر فيه ما فيه، فإن الإنسان إذا كان لا ينزع إلى دينه في أخذ أدلته وتقويم منهجه وتثبيت عقيدته ورد الشبهات، فكيف يأخذها من طريق من يريدون أن يحرفوه عن الدين؟ ولكن الحق أحق أن يتبع. فجلس هذا الشاب مع هذا الشيخ وقد أملى عليه مذكرة طويلة في علم الكلام والفلسفة والحجاج والجدل في وحدانية الله تعالى وإثباتها والإيمان باليوم الآخر والغيبيات بأسرها وإقامة هذه المبادئ. ثم بعد ذلك، بعد أن ساق له كثير من أقوال الغربيين وكان الشيخ ملم بها إلماما كبيرا، ومن علم الكلام ومن الفلسفة ومن هذه الأقوال ومن هذه الحجج والحقائق العلمية والكشوفات العلمية، ساق له بعد ذلك الأدلة الشرعية والآيات الكثيرة، فكان هذا الكتاب الذي ترجم بعد ذلك، ترجمه نديم الجسر أحد علماء الشام إلى اللغة العربية، ويحكي لنا القصة من أولها إلى آخرها، وهو قسمان: قسم في الأدلة العقلية وقسم ثاني في الأدلة الشرعية، أي نصفه الأول في الأدلة العلمية والكلامية والقسم الثاني في الأدلة الشرعية. وهكذا كل من اشتغل في هذه الأمور وأراد أن يثبت الحق، فإن ذلك أمر عظيم ينبغي أن نعرفه، بأن الحق لا يعرف بالضلال، والحرية لا تنال بالفوضى، والاستقامة لا تجرب بالإعوجاج والانحراف، والعفة لا تنال بالشهوات المحرمة والانغماس في الرذيلة. فيا طالب الله، ائته من طريقه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قل إن هدى الله هو الهدى، فأنت إنما تذهب إلى الله الذي يخبرك من أنت ومن أين جئت ولماذا خلقت وأين تذهب وما مصيرك وما هو جزاؤك وما واجبك في الدنيا وما عملك فيها. لا تذهب إلى التيه. فليس صحيحا ما يروجه البعض من أن الإنسان لابد أن يمر بالإلحاد حتى يصحح أفكاره، وأن الإنسان لابد أن يأخذ الحرية على مطلقها حتى يكون متحررا في فكره، يبني أدلته على الحرية وعلى النظافة وعلى الفكر الرشيد كما يزعمون. فهذا خطر
كبير ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، فلا يمكن أن تزج بالشباب والفتيات في أتون هذه الأهواء والانحرافات وتقول له التمس لك طريقا. أنت إذا وجدت نارا تريد أن تحرق ولدك أو ابنتك أبعدتها وأبعدت ابنك عنها. أنت إذا رأيت عدوا ظالما غاشما يريد أن يعتدي عليك أو على أهلك أو على أبنائك وأحبتك أبعدتهم وحميتهم. وهكذا، فمن أحب إلى الخلق من الخالق، ومن أشفق عليهم، ومن يحميهم، ومن يريد لهم الخير، إن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وحفظنا وأرشدنا ووجهنا ولم يتركنا في حيرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأرشدنا سبل الهدى. إذن لابد أن نعلم تمام العلم بأن جميع الوسائل التي يروجها الآخرون ممن لا هم لهم إلا انحراف الشباب ذلك من الخطر الكبير. الإيمان أولا يقوم على النقل على النص وعلى العقل، نعم، ولكن النص هو المقدم على العقل، والعقل السليم هو الذي يوازن هذا النص ويستوعبه ويفهمه.